صلاة الضحى متى تصلى صلاة الضحى وقتها؟ صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس، ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثل الساعات اللي عندكم توقيت في شروق الشمس، بعدها حوالي ربع ساعة، مو مجرد شروق الشمس، لا، شروقها وارتفاعها قيد رمح بحسب الرأي كأنها رمح بينها بين الأرض وبين الشمس، يسمون ارتفاع الشمس قيد رمح. تبدأ من هني وقت صلاة، يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، زوال الشمس، يعني تقريبا قبل دخول وقت صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا، هذا وقت صلاة الضحى. طيب كم تصلى هني الآن؟ ذكر لك أربع ركعات، ويزيد ما يشاء، يزيد ما شاء، ويقول لك ست ركعات، ويجيك ثمان ركعات، بالتالي عدد ركعات صلاة الضحى أقلها ركعتين سنة يعني، وأكثرها وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثمان ركعات.